ألا يرشق الناس الحكام في الغرب بالطماطم والبيض الفاسد وحتى الأحذية دون أي عقاب؟ لماذا يقبل الحاكم في الغرب كل الإهانات من شعبه مع العلم أنه منتخب ديمقراطيا، بينما يرفض الحاكم العربي أي انتقاد مع العلم أنه لا يتمتع بأي شرعية؟ هل يعقل أن يدوس الحاكم العربي على رقاب شعبه ثم يحيط نفسه بالقداسة، بينما يعمل الزعيم الغربي المستحيل من أجل شعبه ثم يقبل الشتم والتجريح؟ لكن في المقابل، أليست ثقافتنا الاجتماعية العربية مختلفة عن الثقافة الغربية؟ ألا تحض على احترام الكبير أيا كان؟ أليس 9 أعشار الإيمان عندنا في طاعة أمر السلطان، حتى لو صلى سكران، حتى لو أجرم أو خان، حتى لو باع الأوطان؟ أليس حريا بنا أن نحترم قادتنا ونجلهم كما نحترم أهلنا؟ أليس من الوقاحة النيل من حكامنا أو المساس بشخوصهم؟ لماذا هذا التقليد الأعمى للغرب؟